عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده. اليوم عندي لكم خيطه ديال الدجاج بالزعتر ومع الخضره، كنعملوهم في الفران كيجيو رائعين. كنتمنى الاعجاب ديالكم. كنحتاجوا لهذه الوصفه خيطه ديال الدجاج، بطاطا مقطعه دوائر، معلقه ديال الصلصه، القرعه مقطعه دوائر، فلفل حتى هو، ملحه زيت البلديه، الزعتر، الابزار، سكنجبير وتحميره. كناخذوا زلافه كنوضعوا فيها الصرصه، تقريبا واحد الكاس ديال الماء، كاس صغير ديال الماء، كنخلطوهم مزيان حتى كيذوب. ثم كنضيفوا له الزعتر وشويه ديال الابزار، سكنجبير، تحميره، شويه ديال الملحه، الزيت البلديه، كنخلطوهم مزيان. كناخذوا الاناء ديال الفران، كان اول حاجه كنستفوا الدجاج واحد الجن، ثم كنوضعوا القرعه في الجن بالاخر، كنستفو حتى الفلفله، ثم البطاطا. هي اكله سريعه، ممكن لك توجدها في ساعه الا ربع، تقريبا ساعه كتكون واجده بالطياب ديالها بكلشي ديالها. صافي، كناخذو داك لاصوص كنخويوها على 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 الدجاج، كنخويو على الخضرة. ما تزيدوش الماء لان هاد لاصوص كافي باش يطيب لنا الخيطات والخضرة. كيف ما ديما كنغطيوه بالكاغيط هو الاول، عاد كنوضعو بابي الومنيوم باش ما يتسربش داك المواد الكيماويه اللي كاين في البابي الومنيوم. كندخلو الفران حتى كيتحم يطيب من التحت، من بعد كنحيدو داك الكاغيط وهذا باش يتحمر من الفوق. هيدا كنكون جيت معكم في خيطات مع الخضره بلاصوص بالزعتر، كتجي غزاله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوه بالصحه والراحه، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله، وشكرا جزيلا.